اللي اختار الأشخاص ودعاهم إلى الرياض ليس الشعب السوري وإنما الخارجية السعودية. فالشعب السوري حطوه على جنب، معلش ما تتاجروا فيه، بكفي تجارة 5 سنين وأنتم تصيحون وتزعقون باسم الشعب السوري وأوصلتموه مع النظام إلى ما وصل إليه، بكفي بكفي تجارة وبكفي صناعة وبكفي، يعني عيب عيب عيب، ممثلي الشعب وهيئة عليا للشعب ما بعرف، خلص عيب، يعني ما عاد في خجل عند الناس، يعني هو من من نسمعها، يعني من من طيب من شخص. طيب ما هي المآخذ، ما هي عفوا على المقاطعة السيد هيثم مناع، ما هي المآخذ الموضوعية على الوفد الذي سيذهب إلى جنيف، وفد المعارضة طبعا؟ قبل ما نوصل للوفد، الرياض دعت حوالي 10 أشخاص من مؤتمر القاهرة من أصل 180 شخص، ودعت يعني مثل ما بيقولوا قسم، ورفضت أن تسميه مؤتمر القاهرة، دعتهم كشخصيات وطنية، رفضت الاعتراف بمؤتمر القاهرة، ورفضت الاعتراف في منتدى موسكو، ورفضت الاعتراف بالعديد من القوى السياسية، واعترفت فقط بمن تحب، هذا شغلها، لكن هذا مش رأي المجتمع السوري. المجتمع السوري له رأي آخر، قد يكرهنا قد يحبنا قد يحب غيرنا، لكن في تمثيل للناس، كل ناس بتمثل فئة، هي ذات الفئة السلفية الإخوانية الديماغوجية من المعارضين الجدد، جمعتهم مع بعض وطلعت لنا الهيئة العليا. فهؤلاء ليسوا الشعب السوري، في ناس معارضين من 40 سنة، لما كان السيد أسعد يكتب عن حزب الله بأنه أقوى وأفضل وأرقى ما في المنطقة من استراتيجية عسكرية، كانوا يناضلون ضد الأسد ويناضلون ضد التطيف والمذهبة.